نتكلم ازاي ننفذ موضوع تعبير فني. التعبير الفني في عدة نقاط مهمة جدا. اولا رقم واحد، هدف الموضوع اللي هو من خلال الاشخاص. رقم اتنين، تحقيق الحركة من خلال الاشخاص. ثلاثة، تحقيق الأبعاد من خلال الأشخاص. رقم أربعة، الخلفية لمعرفة المكان لتحقيق شكل الصورة. رقم خمسة، وضع الألوان تحقق المنظر الجمالي للصورة. ده ملخص اللي هو التعبير الفني اللي بيجي من خلال سياق الكلام، وصف الصورة، وانا بختار جزء منها او بختارها كلها، وبالتالي امشي على نفس الخطوات دي هبتدي احقق فكرة هدف الموضوع. وطبعا احنا بنعتمد في هدف الموضوع على الاشخاص، وفكرتها بسيطة جدا، ان انا برسم فكرة الشخص في اي اتجاه، فكرة الشخص مبسط بدون تفاصيل، بتعتمد على قواعد النسبة اللي هي 1:7، يعني الجسم 7 أمثال الدماغ، وابتدي أوصل ضعف الدماغ مرتين، وبعدين أحقق كمان 4 مرات عشان أوصل لنهاية الرجل اللي هي القدم، وبعدين أديني حركة الوقوف بس، وبعدين آخر حركة أنا بنفذها للإيدين لأن حركتها كتيرة جداً. يبقى أنا لو عملت الشخص بالمستوى ده هقدر أرسم في الموضوع 4 أشخاص بالحركة المطلوبة. لو أنا عملت اتجاه الحركة مختلف شوية بحركة الرجل مثلا، أنا برسم الشخص اتجاهه مختلف بحركة جري، أنا باخد الجزء ده نفس الطول بالزبط بحرك الرجل، ونفس الطول بالزبط بحرك الرجل على مستوى الأرض. يبقى أنا اديت فكرة حركة الجري مع حركة الإيدين عشان تحقيق فكرة الجري. بعد كده بنبتدي نحقق الفكرة التانية اللي هي الفكرة التالتة اللي هي الأبعاد. لو أنا جيت بعدت المنظر وصغرت حجم الدماغ مثلا بالشكل ده، هيديني الأبعد، وديت حركة المشي البسيطة، يبقى هنا حركت الشخص بمنتهى البساطة. يبقى أنا حققت الفكرة كمان رقم 3 بتبعيد بأبعاد الشخص. وبعدين كده بنحقق فكرة المكان من خلال اللي احنا بنسميها الخلفية، من خلال الحاجة المعروفة في أي مكان، إن أنا برسم خلفية بتكون خلف الناس، يعني على بعد كبير، وممكن كمان أصغر الخلفية كمان على أبعد عشان تنتهي بيا بسور، برصيف، بعمارة، بأي شكل. طبعا أنا بدي تدريب للأشخاص على أساس أحقق تنفيذ فكرة التعبير الفني من خلال النقاط دي. لو افترضنا مثلا فكرة شخص قاعد، باجي كده في نص الواقف أبتدي أرسم الشخص، وأنا برسم بدون ملامح عشان ما أشغلش الطالب بالاهتمام بالملمح، لأن الملامح مش هتحقق لي إظهار الموضوع. اللي بيحقق لإظهار الموضوع الحركة. أنا برسم عشان الخطوات، وأنا بعتبرها اكتساب مهارة من خلال المتعلم. برسم الشخص الأول، وبعدين برسم الكرسي على أساس أن يديني المستويين مظبوط بدون تخيل، وابتدي أرسم الشخص. لو أنا عايز أحول الشخص ده للأم عشان بمناسبة عيد الأم، بدل الإضافة ديت عشان تديني فكرة الأم وهي جلسة. يبقى أنا كده حققت فكرة التعبير الفني اللي هي بتنطلب موضوع أساسي في الامتحان وإجباري في الامتحان، رقم 1. يبقى عندي بعد كده التصميم الفني. التصميم الفني أنا بصمم كارت داخل مساحة، والمساحة بتبقى مطلوبة، والتصميم بيبقى عبارة عن رموز. الرموز ملخص الاستخدام للشخص نفسه. لو أنا بقول مثلا بالنسبة لعيد الأم اللي هو في 21 مارس، يبقى أنا بستغنى عن رسم العنصر الأدمي، وابتدي أحط العناصر
اللي بتعبر عن الأم وحنانها وحبها لأولادها والسعادة. فأنا بحط كارت، أنا بصمم الكارت، الكارت بيبقى غالبا 15 في 20 20 سنتي في 15 سنتي، وابتدي أرسم الرموز هنا وأعمل ترابط. يبقى رقم واحد المساحة، رقم اثنين الرموز، رقم ثلاثة الترابط، رقم أربعة العبارة المطلوبة، رقم خمسة الألوان. ولازم نعرف ان العبارة برسمها بعد ما اكتب، يعني بعد ما ارسم ادي رسمة مثلا، الرسمة ديت بتعرفني ان هنا المنظر الجميل للأم، وبعدين ممكن اكتب هنا عيد بخط مرسوم الأم. يبقى التصميم هو عبارة عن رموز خالي من الأشخاص، ومع العبارة كمان بتديني تداخل جميل، وكمان فكرة استخدام اللون. يبقى أنا عندي التعبير الفني والتصميم الفني. في بعد كده بيجي لي سؤال كمان، طبعا الكلام ده بيختص بكل المراحل، لأنه هو الفكرة واحدة في وضع الامتحان، لكن بتختلف في مستويات الإدراك بالنسبة لسن الطالب. في عندي التذوق الفني، الفني، وفي عندي كمان الأشغال الفنية. يبقى أنا عندي اختيار من ثلاث أسئلة، من التصميم الفني والتذوق الفني والأشغال الفنية، بختار منهم اثنين. وعندي التعبير الفني والثقافة، الثقافة اللي أنا هنتكلم فيه وحنشرحه وحنقوله بالورق الموجود على الشاشة. بيبقى سؤالين إجباري، اللي هو التعبير الفني والثقافة الفنية. التذوق الفني عبارة عن شكل جمالي بيجيبه لي رسمة، وليكن مثلا فراشة. الفراشة دي بيقول لي انقلها لي في مساحة أكبر منها بنفس الشكل ده. أنا براعي إن لازم أتذوق بعيني الشكل الجمالي وابتدي أكبرها وارسمها بمساحة أكبر. الأشغال الفنية هو بيديني شكل بستخدم باستخدام أوراق القص واللصق. بيديني شكل فني مثلا، لو افترضنا أن عندي مركب هنا كده، وبيقول المركب ده استخدم فيه أوراق القص واللصق في كل التصميم بالمساحة المطلوبة. التصميم الفني اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو استخدام الرموز داخل المساحة المطلوبة. ويبقى ده كله فكرة الامتحان اللي على أساسها أنا بطبق في سنة أولى وفي سنة تانية وفي سنة تالتة. الفكرة واحدة وصيغة الامتحانات واحدة في الثلاث صفوف مع اختلاف الثقافة الفنية. شكراً.